كانش طيب معرو هو سبب فشلي في عروسي الاثنين. الاثنين بجوجهم كانوا كيبغوا معرو، كانوا كيعيطوا لاصحابهم باش نطيبهم معرو، هذا كاع سبب الفرتونه كاع الحقيقيه بيني معاهم الاثنين. عيقوا عليا كثروا، كل ليله جايبه اصحاب ومارو، كل ليله جايبه اصحاب ومارو. مره رفتحت لي لبس بدك مارو المدسم شيت. رباب او روبي شحالك؟ ما صح ما شاء الله بخير بخير الحمد لله ما شاء الله. السلام زين عند الصحراء والله. علاش كيطولوا في السلام؟ عادي باش تحس بديك الراحه في بدايه الكلام. رباب انت تعرفتي مؤخرا بهذا الفيديو الاخير الشهير ديال مارو. مارو من لا يحب مارو الا انت؟ انا بخير وكل مارو يا ما في طيبو. شنو قصتك مع مارو؟ اولا شكون هي رباب او روبي؟ روبي طفله من تليعيون. اوكي صراحه زين عندي نعود مشهوره ما نكذب عليك، من امنيات يعني نعود مشهوره شهره كبيره حتى. وسبحان الله درت هذا الفيديو ديال مارو، ما كنت كان متوقع انه هو الفيديو اللي شهرني فهمتني، يعني كيف شفت ما كنت متحفله ما كنت متواجده كامل مثل جا عادي سبحان الله شهرني. مشكلتي صراحه اني ما عرفت طيب مارو من نهاري، حاولت ياسر المحاولات يا اما يجيني يا اما يجي واحد متعجن. تعرف انت مارو شي حاجه مهمه، انا جي وحده مفصلة على وحده حق الله فاهم. مزيان نقربوا الناس في الشمال في طنجه في وجده. شنو مارو؟ مارو اهم شيء. شنو عطينا التكوين ديالو؟ مارو ولا رز؟ الرز اهل الصحراء يطيبوه مع اللحم، يعدلوه مع الحوت، مارو الحوت. ملي مارو مع الدجاج. مارو شي حاجه مهمه، مين تحوت محاسن حد الى تقع محاسن حد الاحسان عندنا نحنا فهمتني. انا تعدل له مارو، مارو اللحم. مارو هو الاكله الشعبيه هون في الصحراء مشهوره اخي، ما ظنيت عن كاين شي حد ثاني يعدل مارو كيف نحنا هذا ابيض والاسود فهمي. ربما كاين موريتان. اه ممكن موريتان حقي غير عنه فهمتني، انا قال عن موريتان مارو الحوت. مارو الحوت. مارو الحوت. اذا كاين مارو عندنا مارو اللحم. مارو باللحم هادو جوج اصناف اللي ممكن تكلموا عليهم. حق مارو اللحم البلح. شنو قصدك مع مارو؟ قلت لك اني ما عارف نطيبو شي حاجه مهمه جدا. مره تعرف طيب مارو راهي مره مهمه فاهم. واحده ما تعرف طيب مارو. علاش ما كتعرفش طيب مارو؟ ما كنتيش خي نعرف يقول لي قلل الماء وكثر نار ولا كثر نار. هذه الوصفه السحريه ديال مارو ما صلحت معايا تخيل. كثر ماء وقلل من نارو. كثر ماء وقلل نارو. قلل نارو حق خي ما صدق لي. شحال ملي كنت صغيره ما كنتش كتشوف الوالده؟ الوالده تعدلو امي انا تعدلو تعدل يضحك. ايوا يا غير انا هذا الشيء بلو ليس من ذاك الاسد. قلب القدره على فما طلع ما طلعت له مارو. حتى بويا يعرف يعدلو. طلعتي امك في حاجه اخرى الا مارو؟ شو بويا حتى هو يتقن مارو، وخويا خويا صغر مني يتقن مارو. هذا هو الملاحظ. انا نيفر هو انه النساء ماشي بالضروره هما اللي كيعدلوا مارو، هما حتى الرجال كيعدلوا. اه احنا عندنا اصلا راه الرجال يتقنوا مارو اكثر من اللي مارو. دريك راجلي تيجي كزيان مليون مره من مارو امراه. ندور نعرف كان كاين اللي كيعاني كيفي انا من عدم تعدال مارو ولا ما كاين. والمشكل عنه كم من وحده قالت لي فعلا مارو صعيب والله. واش هاد مارو يدرس ولا يعلم ولا شنو هذا؟ علم هذا والله شي حاجه مهمه جدا. داكشي بحال دوك التركيبات الكيماويه تم تصبهم تردهم تصبهم شوف واش يصلح ولا ما يصلح. واش يصدق 100 دم يعني في شويه هذا خاص يعود مدسم وحده ما يحذى وحده حق الله فاهمني ما يعود متعجن حبه 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 وتعود في ديك المصريين وتعود فيه ملي وتعود فيه ملي الكراطه تحت في السطله كاين اللي يبغيو كان ديك الكراطه. الصراحه قصه طويله مارو. تكلمت تحت على معاناتك الاسريه ربما قلت انت متعرسه مرتين السبب الطلاق ديالك هو مارو الهضره. هو شو فيديو فكاهي صراحه من جيتي انا يعني درته فوق يا غير فعلا اني انا ما كنت نعرف نعدل ما حجيجي ما تعلمت له نهائيا ما كاينش. شوف حاولت ما نكذب عليك اني حاولت غير ما عرفت ويئست صراحه ما كنت بغيت انت من نجرب انت من نخسرو فاهم. واش اللي يجعل الناس ديال هذا الوقت طافيات ما يعني ما كي ما يهتموا بالطبخ؟ اه كل شيء امبورتي كل شيء جاهز ما كاينش حاجه اللي ممكن انه يعني تكون في هاد يتعلموا لها ولا شي حاجه. شوف خلق الطفيلات الصراحه يعرفوا يعدلوا مارو كل شيء غير دراك ملي مؤخرا ما تلات الناس تهتم بالطبخ لان الطبخ عاد اكثريه الطبخ لها مشروع. هاد البنت اللي غتعلم مارو اللي شاده واتساب وشاده سناب شات وشاده تيك توك
الله يميت عنه. صدقت عني انا فعلا قد يعد سبب عدم تعدالي المار السوشيال ميديا. انت ماشي ضحيه ديال يوتيوب وسناب شات وتيك توك؟ ممكن صراحه، انا صراحه هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي نبغيه، حاسه عنه هو اللي لو كان مو كاين ما عرفتش. وحده من البنات صافي ربما كيقضي وقت كبير في سناب شات وفي هذا ولكن في حياتهم الاجتماعيه كاين مشكل؟ لا هو كاين لا في مارو لا مارو. هذا مارو هو محور ديال الحياه كل شيء. انا المشكل لا في مارو وحده بالنسبه لي، اني طفله زعما فهمت. والله ملي عدلت هذا الفيديو كيفاش تلقاو الاصدقاء ديالك وصديقاتك والعائله والاسره؟ جاتهم غريبه. تخيل عم بويا جا الفيديو من اسبانيا وذاك اللي مشي له ما عارف عني انا منتو، قالوا خلاص دي شوي بمسكينه يا بيت تخلات بها تعرف تعدل مارو. قالوا شوف التليفون ديالي منتي. يعجبوك هذه خباره هنا؟ قلت لهم يا ويلي راه عاد مشهوره. الناس كيتكلموا في اللي شافوا الفيديو كيقولوا لا هذه ماشي صحراويه وهذه لها علاقه لها بالصحراويه. اها حق. ما خالك بنت ولا طفله اللي ما تعرف مارو؟ انا شوف قد يعودوا قالوا عني ماني صحراويه بيا كلامي. شوف انا متاثره بالخليجيين والمصريين، الشرق الاوسط هذا متاثره به والخليج فهمت بيا، انت ملي نتابعهم وزين عندهم مشهوره كيفهم فهمت، يعود عندنا ذاك الشهره اللي عندهم فهمت، يعود عندنا احنا هنا حق. قالوا عن من خلال اللهجه قد نعود ماني صحراويه فاهم. ولا واحدين ثانيين قالوا هذه ما تعرف تعدل مارو، واللي قال اش انا مستعد عني نجيها نعود معاها فهمتني، يا غير نشدها انا ما غادي يعملها ما تعدى المارو فهمت، عنه تاثر عنه ما يصالحين نخرب بيت وحده لم ثبت مارو فهمت كيفاش. والله وحتى هاد الردود والكومونتير مواقع ما كتاثرش عليك الانتقادات؟ تماما بالعكس، لاني انا عارفه مثلا عن اي مشهور ولا اي حد اللي يظهر على الساحه الناس اللي تنتقده، يا غير صراحه كان يعني الكومونتيرات الايجابيين كانوا اكثر من السلبيين فهمني، يعني كيداو كده ولا كذاك الكوتي كما قلتي بحال هكا. وانت تكلمتي باسم عدد ديال الطفيلات اللي كيعانيو في صمت حق ياسر، استطعتي انك تخرجي هادشي للعلن؟ ياسر من النساء تجبرها ليلتها جايينها اصحاب ملخين تا ولا اهلها راهي خايفه مارو دلت حد الدور لا يصلح قلبها على شوكه الين تفتح في النهايه السطله وتظهر هو مارو صالح. اوف واخيرا واش هو قطعه من العذاب ولا شنو هذا مارو؟ شي حاجه مهمه جدا. هما كيقولوا قلب الرجل معيتو قلب الصحراوي مارو. مارو اللحم هالدرجه مارو على الفلكه فلكه البن، وخصوصا ملي كيعرض على صحابو لانه خصو يفتخر على ان عن مولات خيمته تعرف تعدل مارو حق. المراه اللي شنو نقول لك، المراه اللي حاذقه وتعرف تعدل المسائل وقائمه بواجباتها كامله من ضمن ذو الواجبات مارو تعدال مارو، وقليل تجبر مرة تعرف تعدل مارو لأنه كان اللي يزيد له كم من مسلا، يغار تقوم واحدة تصلح لك مارو باللحم البل ومارو فقط راهي واعرة، كان اللي تزيد منسمات كان اللي تزيد مسلا فهمت، يغار هو مارو الأصلي الحقيقي مارو اللحم الحقيقي مارو والماء واللحم فقط. حد مرق من يدو مارو ذنبته صافي وطعمته زينة شابو حاجة لا فاهم. وعاده بحال هادو واش كت لانه البعض ربما يقدر يدي امبورتي ربما يصنع خارج البيت ويجي للدار لا ما كاينش يا خيمه وخالق نو لانه جزء من البيت هو مارو اللحم حق ما ويقد يعود امبورتي نقول لك عن مارو ولا يتعدل ما تمشي دار في كهله خيمه شفتو شتا انا مارو الحوت حق عنه به طار يعدلوه الكوريات ويعدلوه ياسر الناس. من غير هاد الفيديو ديال مارو الشهير اللي دخلك عالم الشهره وربما نقدك ماشي غير في المجتمع الصحراوي البيضان ولكن حتى في موريتان في الشمال في كما قلت اسبانيا، يعني شنو الفيديوهات اللي عندك واخا؟ عندي فيديو على الحصى الاحمر. شنو هذا الحصى الاحمر؟ هو الحصى الاحمر حتى ولا كيف مارو؟ الحصى الاحمر هو فطور الصحراء هون. تكلمي لنا الحصى الاحمر يعود حصى فيه الزوايا دقيق الزرع كيف فطور كيف اللي قلت البلبوله فهمني، فطور يعود مع التمر وقرته اللي هي كاوكاو فهمني فطور الصحراويين ويعدلوه يتقنوه في الفطور يتقنوه للعلايات الكبارات هذا اكثريه كيف قلت انا في فيديو عنه يعني يغلظ لا ديال العجائز ما يغلظ ديال الطفله الصغيره. والله من غير هذا ديال الحصى انت واش عندك مشكل لا في الوكيل ولا شنو؟ يخرب بيتك فعلا هذا حجيجي. انا ما نكذب عليك تكلمت عن كم من مساله، عندي فيديو ثاني على عنهم يقولوا عن الطفيلات في الصحراء
متطلباتهم ياسرة في المهر وذا الشيء. منين جيت أنا نطرح لهم الفكرة؟ جبروا على أن الطفلة الصحراوية تخسر أكثر من العريس في المناسبة. والله عنه والله داني نشرحه لك. الناس هو أنه أغلى المهور عند المرأة الصحراوية. بويا من الله نقول لك أنا أكبر نسبة دي البذخ ودي المصاريف في الأعراس الصحراوية. إيه شوف الأعراس اللي نعرف أنا الناس المتوسطين الناس العاديين حق عنها العروس تجيها نحيرة ويجيها لباسها ويجيها كبشها ديال العقد ويجي معاه السكر. يا غار ما شافوا هما العروس تقدم مقابل ذا الشيء. أهلو منين يجوا ليه تنتحر لهم الحيرة كيف ذيك اللي جاب هو فهمني وبيت نعاس من عندها ويوم الشفسخة الأهلو هو من عندها هي يعني نفس الشيء 50-50 صراحة. تقعد قال العروس تخسر أكثر فين غتخسر هي فين كيف؟ شوف في الصحراء يعني ياسر التجهيزات ديال المنزل على العروس فاهم. الغداء نهار الغداء يتغداوه العريس والعروس عند العروس فاهمني. هادشي كله على حساب على حساب اهل العروس حق بعد حتى داك المهر كما قلت حين راه ما كيكفاش ما يكفي ما الله ما يكفي لان ملي عاقب ذاك تمشي نحيره في الفسخه الفسخه اللي هي الكادو اللي يقدم الام العريس كتاخذ حقها اوف كورس. كادو كبير كم من مره ما كتشوفوا في السوشيال ميديا يشتروا لك صاله كامله طويله لا من الكادو اللي ماشي لام العريس ويجيك يقول لك في الاخير العروس الصحراويه راهي متطلبات مهرها ياسر ما يحق. هذا طبعا دفاع عن الفتاه الصحراويه. ولكن المعروف والشائع عند الناس هو العكس انه كان العرس فيها شف المراه مضطهده في كل مكان. خلينا نعود واقعيين ونظلمت مولي في ذا الكوتي. بالعكس الطفله الصحراويه جبرت انا طفيلات ياسر خسرت في العرس اكثر من العريس ولا بريبا قليل من يعود العريس يكثر يخسر اكثر من العروس. نتكلموا انها تخسر واش كتخسر حفاظا على البيت ديالها ولا غير من اجل المباهات امام صديقاتها وامام بنات خالها نو 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 اصلا احنا من طبعنا فهمتني عنو الكرامه راه كاجي يحن نقول لك شي يقولوا هما يحاسن نسابه فهمتني تحاسن هي نسابها الاحسان مين يجيب لي انا شي خاصني نرد له انا شي اكثر منه واش فاهم. هذه من عاداتنا احنا ما نكذب عليك عند رجلي كامل وهذا وبس خلاص. وبالنسبة يعني اللي كنتكلموا على الأعراس الأصل هو أنه كنشوف من بعد ربما العلاقة ما كتدومش أكثر. علاش ما كتدومش؟ واش ما تبناش على صح ولا ما عينك على مسألة الطلاق ربما في الجنوب حق لأن المرأة ما عندها تخوفات من ما بعد الطلاق بحال المجتمعات الثانية. ممكن تكون المجتمعات الثانية المرأة خايفة من الطلاق لأن اللي تضطر على أنها ترفض مسؤولية كبيرة. احنا عندنا ما كاينة مسؤولية كنتي في دار اهلك معززه مكرمه ترجعي لدار اهلك معززه مكرمه المهم على انك ما اكثر عز واكثر كرامه طبعا هي لانك باش ما تتكرفسي ربما اللي سمعت انك تكون ربما كترجع من دارها بعرس اخر طبعا حفاظا على نفسيتها لان في النهايه راهي مراه راهي هشه ما يمكن يعود عليك انت الطلاق والكلام الثاني مولي يتم الناس يقولوا لك يعني مثلا يعاتبوك على شي حاجه انت كاع ما عندك ايد فيها فاهم. حتى النظره ديال المجتمع الصحراوي للمطلقه ما هي كيف مثلا نو لاني كيحترم المراه شويه ومشاعر المراه فاهمني لان يعني المراه واحد الكائن هش خاصك فهمني حتى المراه المطلقه خاصها تلقى اهتمام اكثر من ما خاصها صراحه تظلم. هذه مساله زينه هنا سياها سهل انه احيانا كنقولوا حتى المراه المطلقه هي الاكثر اقبالا في الزواج مره ثانيه وثالثه ربما ترابعه خي حق لانها انا كتعود جبرت انا في موريتانيا ربما المراه كتجوز 6-7 مرات والله يا غرفه موريتان عندهم العراس هينه سهله سهل العرس والله. في المغرب ما كاينش هذه المساله هذه ان المراه تطلق وتزوج مرتين ثلاثه شافهم في الجنوب تطلق وتعرس تطلق وتعرس عادي. هو في نهايه الامر الزواج قسم ونصيب غير فعلا كيف قلت انت في الجنوب على ان المطلقه تتعرس ممكن عن فرصة المطلقة في الزواج أكثر من فرصة الطفلة الثانية اللي هي الطفلة العزبة. وشكون كي ياخذ راجل كهل ولا شاب؟ يبو يا مان الله بالعكس تماما لا يجي طفل صغير كاع ما قطعت تعرس والله. شنو كيعجبو فيها؟ واش بحكم تجربة عندها تجربة وعندها واحد ثقالة ودازت عندها تجربة وتعود ثقيلة وتعود عارفة كيفاش يخمم الراجل وذيك الخفة البداية الخفة اللي تعود سابق الزواج لياسر مطفلة تعود هي ناقصة عارفة اش تعود عارفة متى تطرح كرعية لأنها تعلمت من خطأها الأول فهمت؟ صراحة هذه هي الفكرة. راه تكلمت لي في الأول على أنك بغيتي الشهرة، علاش بغيتي تشهري؟ صراحة حسن عندي موهبة وخايفت على تضيع وتخطى عمري. ويمشي عني نتكلم ونتقرب من الناس ورد عليهم زين عندي الشو زين عندي
حق الله فاهم. فين عندي الناس تشوف حياتي؟ الأسرة ديالتك ولا عندك خوتك خواتاتك؟ عندي خوتي ذكور خارجين بحالك ولا؟ أها بالعكس بالعكس تماما، أنا وحدي اللي جريئة. ما جاهمش غريب أنك تدخلي بهذاك الفيديو هكذاك؟ نو نو، أصلا هم عارفيني في الدار على أني إذا نبشي تجبرني في الدار دائما بدون سبب نتكلم بالخليجية. هلا يما، هلا أبوي، حق الله فهمت. هذا الروح ديال الخفة والظرافة منين جات؟ خيو ما تعرفت لا شي فيا، متأثرة صراحة بالفنانين وكمان مثل متأثرة بيه. رباب أو روبي؟ روبي روبي حق بعد. أنت دابا قال لك روبي، علاش روبي؟ روبي اختصار لاسمي، وحسيت عن أي مشهورة خاص يعود عندها اسم، فهمتني؟ سبيشال. جاي الفيديوهات أخرين، جاي قضايا أخرى طبعا إن شاء الله. شو آخر؟ شنو الشو اللي جاي دابا؟ جاية ياسر مثلا نعدل قناتي في يوتيوب، نشارك الناس يومياتي، فلوقات، نمرق البدية إن شاء الله، كمل المسائل فهمتني، نقربهم أكثر لتقاليدنا ونقربهم ياسر المسائل ما مسلط عليها الضوء صراحة. ولكن رغم ذلك فيه شو، ولكن فيه دي ميساج، فيه رسائل. إيه كيفنا كيف جميع المجتمعات الثانية، شايف أنت كل شيء الفلوقات عند السعوديين عند الإماراتيين عند كل شيء. اللي بغيت نقصد لك رباب هو أنه هذا ماشي الشو غير هكذاك مجانا، ولكن في رسائل مثلا هذا اللي تكلمتي فيه ديال معاناة المرأة في الطهر في ديال الأمار، وفي رسالة لأنه المرأة راه ماشي خلقت فقط للطبخ طبعا، ولكن خلقت للاعتناء ولهذا الأمر. لا اها هذه الرسالة ديالك. رسالتي أنا أصلا دائما كندافع عن المرأة في جميع المسائل اللي كنتكلم فيهم، ما نكذب عليك. ودائما كنقول على أن مثلا على أن المرأة الى عاد تبغى تعود شي حاجه ماهو بالضروري تعود شي حاجه ومعاها ذكر، فهمني؟ ممكن تعدل كل شيء وحدها طبعا، حتى في مجتمع محافظ هنا مش بالضروري يكون مع رفيق ومعها نو ابدا. يعني دائما كم من حد كيبغي ينشهر وكيعود خايف من المجتمع يقولوا هذيك راهي من بعد مولا خايمتها راهي براجلها بعد راهي تعدل بغات وراجلها معاها، فاهم؟ غير وحده سينجل وحدها ديما كتجبر الهجوم عليها، فهمني؟ بعد شفت لي في الكومنت يقول لها هادشي اللي عدلتها الطفله هذه ما وعلى عنده علاقه بالمجتمع البيضاني وهادشي داخل وكذا، واش المجتمع باقي محصور باقي كيشوفوا في ديك الطفله الصحراويه انها راه بنت خيمها وداخله وساكته وما تتكلم؟ حق خاصها ما تتكلم، خاصها ما تظهر، خاصها ما تبان. فراسك راني قلتها لهم، قلت لهم على انه يمكن لاني انا طفله صحراويه ومن هاي المنطقه انه ممنوع لي اني نظهر، فين ما تظهر واحدة تقول انتم اه راه مي صحراويه هذه اصلا قاعده تجبرها مي صحراويه لا لبس ملح وتكلمت نو ما بالضروره انا صحراويه ونتكلم ومن حقي نعود مشهوره ومن حقي يعودوا عندنا سيليبريتيز هنا في الصحراء، حق الله فاهم. من مصلحتنا حتى علاش مصلحتكم كيف؟ من مصلحتنا باش ننشهروا باش نظهروا للعالم، يظهر زينه، يظهر كلامنا، يظهر لهجتنا، تعود ناس كامله تعرف لهجتنا القليل درك اللي يعرف عنا عندنا ديك وني بيك وش حالك يا بويا، فهمت؟ ربما في الخارج كيوقع الناس خلط بين الصحراوي والخليجيين، لهالدرجه كان التشابه؟ كان تقارب بين اللهجات حق بعض. كنت كرسي كتكلمي مره مصري يعني اللي غادي يكون غادي لا يتلف حق الله مصريه يعرفك سعوديه يعرفك حق يخي حق غير كاين شويه كاين بعض الكلمات كاين بعض الكلمات كيف 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 ديك شحالك شحالك في الصحراء شحالك في الامارات، فاهم؟ ياسر من الكلام كاين نفسه في الصحراء في الامارات وما حتى غادي يرجعوا للوكيل حتى الوكيل حتى هو متشابه حق الكبسه والله كبسه على الحمل بلي يعدلوها هما اللي عندهم يجيبوا بعير كامل وحنا نجيبوا قطع وحتى الاعتناء بالبعير ايضا والله حق كسابه البير والتراب ملي راهي تراب سياني سبحان الله، مع انه وحده في اسيا وحده في والخيام الشعر ملي كيف كيف ياسر مسائل فاهم الا الفقيه ما كيف الدراعه والسيان يقول عنه. شكرا جزيلا. الله شكرا الاخيره الجمهور ديال انفاس بريس اللي كان عنده الصبر انه عرفنا شكون هي رباب صاحبه الفيديو الشهير حول مارو. يا وني بكم، مشكورين صراحه على استضافتكم ومشكورين على هذا اللقاء، ونتمنى على الناس ما تشوفني بديك الطريقه الشينه وتقول هذه وحده المهم عنها بانت بطريقه ما خاصها تبان بيها، فهمتوا؟ عادي تقبلوني كيف ما تقبلوا المشاهير ديال الدول الثانيه والاجانب وكل شيء، تقبلوني حتى انا راني لا كيفتهم لا منتم حق وانا لا راني لا منتكم قالها حق ذاك الطيب انا راني لا ولدكم لا ولدكم والله شكرا جزيلا لك هني بيك.